يا فضل العلم هذا اللي عند يدك ابعده ايوه ابعده يمين 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 بس تمام الله يعطيك العافيه. صباح الخير يا شباب. إمارة الخير والعافيه. خير خير خير. ايش فيه؟ ايش حصل؟ ايش المناسبه العظيمه هذا؟ ايش حصل؟ هذا مشروع، جابوا لنا مشروع. ايش المناسبه؟ ليش الاعلام هذا كله؟ احمد الله كان يخرجونا ويحطوه بدلنا على يخرجوك ويحطوه علم. ليش ما حصل؟ ايش المناسبه العظيمه؟ مشروع املاك. مشروع املاك؟ ايش المشروع؟ الفصل هذا مبني من قبل، ايش المشروع؟ ما تغير الشيء. بس ما كان فيش طباشير، هذا جابوا لنا طباشير. طباشير؟ ايوه. موجود طباشير من قبل. ما داري هذا طباشير ملونة، الأولات الطباشير الأولات كان تكتبها وتقول زيت، هذا لما تكتبها في السبورة زايد. يا سلام، والمشروع العملاق. أنت داري المدرسة اللي جنبنا غيروا اسمها عقباب النافع. أيوه، وإيش اسمها الآن؟ عقباب زايد. يا سلام، وإيش جابوا لهم؟ رنا جو مكتب المدير. برنج. أيوه. طيب الآن فن نكتب وفن وغطيتوا العلم حقنا ما فيش داعي للكتابة، هو قاعد ومكتوب شكراً إمارات الخير، ما فيش داعي بس قوموا ابعدوا العلم هذا. إيش من مشاريع؟ أجيب لكم الآن مشاريع حقيقية عملاقة. قال لك قوموا اقلعوا العلم هذا يلا.